هي واقف واقف واقف. يلا يلا. كاران انت شو عم تعمل هون؟ بريتا وين بريتا؟ هاتي رجعي لي الموبايل، بدي احكي مع كاران، بدي اساله. لك كاران؟ لا ماما، انا قلت هاتي الموبايل. ما راح تحكي مع كاران، ما راح اعطيك اياه خلاص. ايه بس انا بدي احكي. ما في، انت صار لك ساعه على هالحاله ومتضايقه، وانا امنت عليكي، قلت الله يخليكي مبسوطه على طول، بس انت رجعتي لي عم تبكي وفي دموع كثيره بعيونك. بدي احكي معه كرمال اعرف شو صار. إذا أنت ما رح تحكي لي رح أسأل كاران. لا أعطيني الموبايل. لا ماما رح أسأله له. أعطيني الموبايل. هاتي يلا. بريتا مين عمل فيكي هيك؟ مو على أساس رحتي مع كاران؟ رحتي على بيت لوترا؟ طيب قولي لنا ليش رجعتي؟ مثل ما قلت لكم، بريدفي هو اللي بعت رجاله كرمال يضربوا لكاران، وهددها لبريتا كرمال ترجع. بريدفي هو ورا كل هالقصة. بريدفي ما دخله، ما عمل شيء أبدا. هي الحقيقة، كاران هو السبب اللي صار. ماما ايه ماما، هو يتزوجني قدام الكل بس ما اخذني معه على بيته. يا امي تركني بنص الطريق وراح لحاله. انت اللي دمرتي حياته كلها لاخير شاب. انا خليتيه يتزوج شيرلين، ولهيك انا تزوجتك كرمال دمر لك حياتك انت كمان. روحي عيشي حياتك. كاران طلع ما بيحبني بالحقيقه يا ماما، هو طلع بيكرهني. كاران بيكرهني. الحكي اللي قاله على منصه الزواج والمشاعر اللي اعترف لي فيها طلعوا كلهم كذب. تخيلي ماما، كلهم طلعوا كذب.